بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وفخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، بحث علاقات الصداقة التاريخية الراسخة والفرص الواعدة لتطوير التعاون وتوسيع آفاقه في مختلف الجوانب، إضافة إلى مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. نعم، جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مباحثات رسمية بين رئيس دولة الإمارات ونظيره الفرنسي، حيث استعرض الجانبان مسارات التعاون المتنوعة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تحظى باهتمام مشترك وتدعم تطلعات البلدين إلى مستقبل أفضل، وأكد حرصهما المشترك على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين تجاه العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.